تقلبات الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط دفعا الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى رفع حصتها من إدارة الأصول البالغة 592 مليار دولار من 1 إلى 8%، وتهدف الهيئة بذلك إلى زيادة العوائد وخفض الرسوم المرتفعة التي تتقاضاها شركات إدارة الأصول. بالتأكيد قادر عليه الكويت، قادر عليه الهيئة العامة للاستثمار، وقادر عليه الشركات الاستثمارية اللي بالكويت. أعتقد من الضروري الذكر أن الهيئة العامة للاستثمار صار لها فوق 20 سنة وهي تدرب الشباب والشابات الكويتيين الحديثين التخرج في مجال الاستثمار، والحين صاروا ماسكين مراكز رائدة في الدولة في مجال الاستثمار وفي قدراتهم في استثمار الأموال داخل المنطقة وخارج المنطقة. أصول الهيئة العامة للاستثمار تعادل نحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي، تتركز أغلبها في أمريكا وأوروبا، وهي تستحوذ على 8% من إجمالي موجودات الصناديق السيادية العالمية البالغة 7 تريليونات و400 مليون دولار، فيما تتوزع أصول الهيئة على الشكل الآتي: 50% أسهم، 25% سندات، 10% عقار، و15% استثمارات بديلة. تأثيره طبعاً راح يكون واضح في ضخ مزيد من الأموال للاحتياطيات، هذا واضح اليوم. إحنا بسبب العجز الاستقطاع من ميزانية الدولة لصالح الاحتياطي العام ضئيلة جداً. بالسابق كان المبالغ المستقطعة لصالح صناديق الاحتياطيات العامة والأجيال كانت أكبر بكثير من اللي نراه اليوم. الصندوق السيادي يفترض فيه أنه ما يتأثر. تركيز الصندوق السيادي للكويت سيصب باتجاه شركات التكنولوجيا الصغيرة وتكنولوجيا القطاع الصحي في المرحلة المقبلة، فيما سيبحث الصندوق عن فرص في الأسواق الخاصة والعقار والبنية التحتية، في وقت يعتبر فيه القيمون على الصندوق أن عوائد الأسهم لن تكون كالسابق ومعدل المخاطر فيها مرتفع. تراجع أسعار النفط دفع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى تبني سياسة الإدارة الذاتية لبعض الأصول، مع الحفاظ على توزيعها الجغرافي والنوعي. خالد كبسكا، نيوز عربية، الكويت.